بكم أعزائي المشاهدين في عدد جديد من مجلة روابي. وأخيراً روابي تحصل على حقوق مواطنيها في المياه، عنوان يلخص مواضيع حلقتنا لهذا العدد، فكلماتها المختصرة تصور طول الانتظار والمعاناة للحصول على حق مواطني المدينة الطبيعي بالمياه، والذي هو حق طبيعي لكل فلسطيني. عنوان يرسل رسالة للعالم عن مدى ومعنى السعادة بالوصول إلى الهدف بعد رحلة طويلة من التحدي والتعب. لقد كانت معركة حق روابي بالمياه معركة فلسطينية بامتياز، حتى أصبحت تمثل واحدة من حكايات الوجود الفلسطيني والثبات على هذه الأرض. فرغم العقبات السياسية والضغوط للقبول بحلول غير مجدية، إلا أن إصرار القائمين على روابي وتحديهم المستمد من ثقة وصبر العائلات الفلسطينية المالكة في المدينة كانت سر نجاحهم في فرض مطالبهم دون المساس بالثوابت الوطنية أو أي شروط أو صفقات. في هذه الحلقة الاستثنائية سنحتفل وإياكم مشاهدينا بهذا الإنجاز الذي سيرسم ملامح المرحلة القادمة للمدينة، لنصور لكم روح وإصرار وتكاتف يد المقاول والعامل والمهندس الفلسطيني من موقع العمل في تمديد الخط الناقل للمياه، مشاهد فرح الموظفين والعاملين بنجاح مدينتهم التي بنوها بعقولهم وسواعدهم، مقابلات مع الجهات الرسمية لتغطية الحدث، تطلعات العائلات المالكة إلى حياتهم القادمة في مدينة روابي والذين صمدوا وصبروا لأجلها. نسجل لكم كلمات مؤثرة من صانع هذا الحلم الذي تحقق بإرادته القوية ووقوفه بثبات في وجه كل التحديات، متسلحاً بالإصرار على بناء وطن. مشاهدينا، إحنا الآن في موقع العمل في منطقة بيو. زي ما أنتم شايفين، باشرت الآليات وكوادر الشركة المحلية بتمديد الخط الناقل من مصدر القريب من قرية أم الصفا، وطبعاً مهندسي المدينة والقائمين عليها بيتابعوا بدقة التنفيذ. والصورة طبعاً بتغني عن الوصف للجهود وتسارع أعمال تنفيذ الخط للوصول إلى مدينة روابي. إحنا موجودين عند هذا الحدث التاريخي بعد الموافقة لتمديد المياه لمدينة روابي، خبرني عن هذا الحدث. في الواقع دينا هذا إنجاز تاريخي لمشروع مدينة روابي. نحن نسعى منذ 4 سنوات أو ما يزيد عن 4 سنوات للحصول على كميات إضافية لمدينة روابي من المياه. قمنا ببناء الخط من خزان مدينة روابي حتى حدود منطقة باء، وزي ما أنت شايف اليوم المقاول باشر بأعماله لاستكمال وصل خط المياه بالخزان الرئيسي للمدينة، ونسعى جاهدين بأسرع فرصة ممكنة لاستكمال أعمال ربط الخط لتوفير المياه للمدينة، وبناء على يعني وصول أول دفعة من السكان للمدينة. فهذا حدث تاريخي عظيم للمدينة، وجميعنا فخورين بهذا الإنجاز، ونأمل أنه نقدر نشوف المجموعة الأولى من السكان في المدينة بأقرب فرصة ممكنة. احنا كشركة مقاولات قائمين على تنفيذ واستكمال هذا المشروع اللي هو الخط الرئيسي المغذي لمدينة روابي. احنا الحقيقة قمنا بإنجاز ما يزيد عن 2/3 المشروع، وبقي تقريبا 1/3 المشروع، ونحن الآن على أتم الجاهزية لإنشاء وتنفيذ باقي خط المياه. قمنا بتوفير المواد اللي هي المواسير، وحاليا هي المواسير في الموقع، المواد الاخرى الاوليه اللي هي من ناحيه الاعمال الطمم واعمال الاستكمال لدفن الخط، وكذلك قمنا بتوفير الطواقم الفنيه وتوفير المعدات، والان المعدات هي موجوده في المشروع وباشرنا بالعمل، وان شاء الله يعني في اقرب وقت راح نقوم بانجاز واكمال خط المياه الرئيسي المغذي لمدينه روابي. طبعا احنا قمنا بتركيب الخط الناقل لمدينة روابي الرئيسي من مكان مصدر المياه إلى الحوز الذي تم بناؤه، وسعته حوالي 5000 كوب مية.
طبعا قمنا بتوريد المحطات الضخ هذه وتركيبها من أجل وصول المياه إلى المصدر المطلوب، وقمنا بالاستعانة باللوحة الكهرباء الإلكترونية والتي تعمل بطريقة الأوتوماتيك، هذه مجهزة بأحدث التكنولوجيا والطرق الإلكترونية من أجل أن تتم العملية بسهولة لوصول المياه إلى الحوض الذي تم بناؤه لمدينة روابي الرئيسي. الخزان تم إنجازه وفق للمخططات الهندسية، تم تزويده بمحابس وأنظمة ميكانيكية وإلكترونية للتحكم في المياه وعدادات طبعا لغاية عد المياه اللي داخلي أو الخارجي من الخزان، وتم فحصه وتم التأكد من مطابقة المياه اللي داخل الخزان لمعايير سلطة المياه لمياه الشرب، ويعني الخزان ممتاز وجاهز للاستعمال بعد تزويد المياه للمدينة بشكل مستمر. مشاهدينا، سعادة الموظفين والعاملين بروابي بخبر المياه لا يوصف، وإحنا اليوم عم نحتفل معاهم بهاي اللمة الحلوة والفرحة اللي عم نقرأها بوجوههم لكل الموجودين بهذا المكان الرائع والجو الرائع. تعالوا معي مشاهدينا لنشاركهم ونعيش معهم الفرحة ونصور شعورهم بهاي المناسبة. من النشاط ارتقى مؤسس مدينة روابي السيد بشار المصري والإدارة العاملة في مدينة روابي إنها تقول كلمة شكرا ويعطيكم العافية للعاملين اللي هم يعني الأساس القائم عليها هاي المدينة بعد حل مشكلة المي. صبرهم وجهدهم وإيمانهم بأنه المدينة راح تكون عامرة بأهلها تطلب احتفالية زي ما أنت شايفة، إلها بتضم كافة العاملين في المدينة مع عائلاتهم، ننبسط فيها، نحتفل فيها، ونعزز كمان روح العيلة الوحدة اللي موجودة دائما بروابي وبتتميز فيها روابي بشكل أساسي. بفرح بسبب انتظار طويل. احنا في الحقيقة بلشنا نمتلك قبل ما بلش البناء، يعني جينا من البداية وقت ما كان لسه التخطيط موجود، فإلنا تقريبا سنتين ننتظر الخبر الجميل. الحمد لله مبسوطين. فرحة للزباين كانت كتير كبيرة، عم نتلقى تليفونات كتير بكمية أو بعدد كبير، بالإضافة للإيميلات من الناس حتى اللي برا عم بيتابعوا كانوا موضوع المي بشكل كبير. طبعا هم كتير مبسوطين لناحيتين، إنه هم كانوا مشاركين في هذا التحدي. أنت عارفة إنه إحنا مدينة كلها من أول ما بلشنا كانت عبارة عن تحدي، فهم كتير مبسوطين كأنهم ربحنا كلنا مع بعض هاي القضية، وانه كانت طبعا شيء ايجابي لهم كلياتهم، فكانت ردة الفعل كثير حلوه من الزباين، هم عم بيهنون وعم بيهنوا حالهم في الموضوع. هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر الجهود المبذولة من قبل القائمين على مدينة روابي والجهات الرسمية، واللي بدورهم طبعاً رح يتواصلوا حتى تمديد الخط وتأمين احتياجات سكان المدينة مستقبلاً. ولهذا يسعدنا أن نستضيف السيد عبد الخالق الكرمي. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الخالق في مجلة روابي. بداية طبعا هاي الحلقة خصصناها لأنه انحلت مشكلة المياه في مدينة روابي، فعندي سؤال لحضرتك ولطبعا مصلحة المياه. في سياق القانون الماء الجديد والذي من خلاله ستقوم طبعا السلطة بمأسسة إدارة المياه بشكل إقليمي، فأني أتوجه لمصلحة المياه ولحضرتك عن استعداداتها لاستلام المياه والصرف الصحي في مدينة روابي. استجابة للقانون طبعا بدأت سلطة المياه بإعداد الأنظمة، وتقدمت بطلب للمصلحة بتأسيس لجنة لبحث قضايا توسعة منطقة امتياز المصلحة،
وفعلا تم تشكيل اللجنة من 3 أطراف اللي هم سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه محافظة القدس وممثل عن الحكومة اللي هو طبعا كمان عضو مجلس إدارة عنا. طبعا إحنا من البداية داعمين لمشروع روابي، وقمنا بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية لتزويد مدينة روابي بالمياه اللازمة للإنشاءات، وقامت سلطة المياه الفلسطينية بتمويل المشروع كامل اللي هو الخط اللي بيلزم لنقل المياه إلى مدينة روابي. وحاليا احنا جميع طواقمنا الفنيه بتتعاون مع المختصين في مدينه روابي لبحث قضايا شبكه المياه والتاكد من المواصفات بالنسبه للشبكه والعدادات حتى تكون جاهزه لما احنا نقدم على استلامها ان شاء الله قريبا. بشكرك كثير لوجودك معي بمجله روابي للمعلومات اللي ضفت لي اياها في مجله روابي. شكرا كثير لك استاذ. ثقة وصمود العائلات الفلسطينية المالكة في المدينة كانت الحافز للقائمين على المدينة وتحديهم، وبصوتهم عبروا عن حقهم بالمياه وعن انتظارهم بفارغ الصبر لينتقلوا لمدينتهم. ولننقل لكم آراءهم وسعادتهم بالخبر، يسعدنا أن نستضيف أشخاص تملكوا في مدينة روابي. أهلا وسهلا فيكم سيد محمد وسيدة ميادة. بداية، كيف تلقيتوا هذا الخبر عن حل مشكلة المياه سيد محمد؟ هذا الخبر صحيح أثلج صدورنا، وخاصة أن انتظرناه بفارغ من الصبر سنوات طويلة وإحنا ننتظر أن تحل هذه المشكلة. فكرة روابي كانت معنا منذ أحلام الطفولة، كبرت معنا هذه الفكرة، واليوم هذه الفكرة تعانق الحقيقة. سيدة ميادة، إيش كان إصرارك على أنك أنت تتملكي شقة في مدينة روابي رغم تأخير المياه؟ من الإشي الجميل والحلو كان في المدينة إنها بتجمع بين الحياة في المدينة، أي مدينة كبيرة وعصرية، وفي نفس الوقت بتجمع بين الأشياء الموجودة في الريف من ناحية الهدوء، إطلالتها، موقعها، كان موقعها برضو متوسط بالنسبة إلنا، بنقدر يعني إحنا أصلنا أساساً جايين من القرية، فقريبة على قريتنا في نفس الوقت، قريبة على شغلنا، فهذا كان إنها زي ما كان متوسط بالنسبة إلنا. أنا بشكركم كتير لوجودكم معي بمجلة روابي، وإن شاء الله منيجي منزوركم في بيتكم خلال هاي الأشهر القادمة اللي رح تنقلوا فيها. شكرا كتير لكم. بداية، كيف كان شعورك أول ما تلقيت الخبر من طاقم مدينة روابي بأن انحلت مشكلة المي وأنت شخص مالك في مدينة روابي؟ شكرا لكم، يعني شعور لا يوصف، مشاعري ومشاعر عائلتي كانت لا توصف. بلا شك أنه هذا حلم يقترب من الحقيقة الآن. صبرنا طويلا وبانتظار أن نرى الماء في صنبور بيتنا، إن شاء الله يكون قريبا إن شاء الله. دكتور ماهر، بمناسبة أنه اليوم 5 من آذار يصادف يوم البيئة الفلسطيني، كيف لك أن تقيم مدينة روابي؟ يعني بصفتي مديرة لمعهد الدراسات البيئية والمياه بجامعة بير زيت، كنا على اطلاع من اللحظة الأولى لجميع الجهود التي قامت بها مدينة روابي بما يتعلق في قضايا المياه والبيئة. من أهم الصفات والميزات لمدينة روابي أنها صديقة للبيئة، من حيث المحافظة على المصادر، ومن حيث هنا نتحدث عن المياه، نعم إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة داخليا في جميع المرافق وخصوصا في الري. إذن بمناسبة يوم البيئة العالمي، مدينة روابي ستكون إن شاء الله من المنارات المضيئة في فلسطين، وتتكلل بالسعادة المطلقة عندما نتسلم مساكننا وننتقل للعيش في هذا المدينة الجميلة فوق التلال. أشجع بدون تردد من لم يسجل حتى الآن أن يسارع إلى تسجيل وحجز شقتي السكنية. دكتور ماهر، أنا كثير بشكرك لوجودك معي بمجلة روابي، شكرا كثير لك وألف مبروك على شقتك، وإن شاء الله منيجي منزورك ببيتك أول ما أنت تسكن. شكرا. عندما تذكر مدينة روابي لابد أن يرتبط باسمها وموضوعها رجل الأعمال الفلسطيني السيد بشار المصري، مشاهدين صاحب رؤية مدينة روابي، والذي قال: نبني مكانا يعيش فينا لا نعيش فيه. أهلا وسهلا فيك سيد بشار في مجلة روابي. طبعا احنا خصصنا هذا العدد لأن انحلت مشكلة المياه في روابي. طبعا المطلع على إنجازات السيد بشار المصري مؤسس مدينة روابي يعلم تماما بأن هذه الأيقونة تمثل تحديا للمستحيل. الاحتلال حط أمام هذا المشروع عقبات صعبة لدرجة أن البعض كان يعتبرها شبه مستحيلة، ولكن روابي وطبعا بإدارة حضرتك قدرت تتخطى كل الصعاب والعقبات. شو سببت مشكلة المياه للمدينة وشو يعني حلها لليوم سيد بشار؟
في الواقع مشكلة المياه هي ليست أول مشكلة من وجهها من الاحتلال، فلما بدأنا المشروع كان عندنا مشكلة الطريق الواصل إلى مدينة روابي، وهذا أخرنا على الأقل سنتين. إجت مشكلة المياه أخرتنا سنة كاملة أخرى، فالمشروع بالتالي بسبب الاحتلال تأخر 3 سنين. مشروع كبير زي هذا في مئات الملايين من الدولارات مجمدة، 3 سنين معنى ذلك خسائر فادحة، خسائر مادية أولاً بيكون اضطرينا خاصة بالعام الماضي نبطئ وتيرة البناء لأنه ما كناش متأكدين وين حنصل وإمتى حنصل، وهذا طبعا بيخلي التكلفة اللي بسموها الأوفرهيد عالية بالنسبة لعملية البناء، تكلفة التمويل بتطول وبتزيد. الخسارة الثانية هي خسارة معنوية، المظبوط التأخير دبح النشوة عند الناس إنه يلا بدنا ننقل عبيوتنا. في ناس عنا كانوا مأخرين زيجتهم عشان ينقلوا عبيتهم، في ناس فقدوا الأمل للأسف طبعا، بس أقلية كتير، والحمد لله هلأ إجت الموافقة ونقدر نمشي لأوتار. سيد بشار، طبعا بعد ما تخطينا المرحلة الصعبة، شو الحافز الكبير وراء هذا التحدي والإصرار لتحقيق رؤيتكم لإيجاد مدينة للسكن والعمل والحياة، وشو سلاح السيد بشار بهاي المعركة الفلسطينية الكبيرة؟ الحافز بسيط جدا، وهو بجوز حافز أي حدا بيعمل شيء بفلسطين، هو بناء دولة فلسطينية حضارية ومتقدمة. كل واحد فينا بيعمل دوره بمجاله، أنا هذا مجالي، قد يكون منظره أكبر، قد يكون المشروع أو أكيد المشروع أكبر، وبالتالي بجوز له سمعة أكبر، لكن بالنتيجة إحنا كلياتنا في فترة بناء دولة فلسطين. فلسطين موجودة، دولتنا موجودة، حتاخد كامل استقرارها قريبا إن شاء الله. شو شكل هذه الدولة حيكون؟ دورنا كلياتنا نبني فيها ونحضر لها من هلأ، فهذا هو الحافز الرئيسي. طبعا بناء الدولة هو للشعب بالنهاية، فبدنا عيشة كريمة لشعبنا الفلسطيني، بدنا فرص عمل لشعبنا الفلسطيني. أما بالنسبة للسلاح هو شيء واحد فقط، هو الإصرار والمتابعة، الإصرار والمتابعة. بمشروع زي هذا في نكسات كتيرة، في أيام الواحد بيكون بده ينفجر، أيام وأسابيع وأشهر، الإصرار والمتابعة. العمل في فلسطين وبناء مشاريع في فلسطين ليس بالموضوع السهل، أنا اشتغلت في دول أخرى، العمل هون تحت الاحتلال بعطي طبعاً صعوبة أكثر بكثير من أي محل تاني، وبده إصرار ومتابعة، وهذا هو خلينا أقول سر وصولنا للي وصلنا لحد هلا. انا ما بعتقد نجحنا، لسه النجاح لقدامنا ان شاء الله. ان شاء الله. بعيدا عن الاسئله اللي دائما بناخذ منها معلومات، حابه بس اسالك سؤال واحد، شو بتعني لك مدينه روابي كسيد بشار المصري؟ في ال7 سنين الماضيه اصبحت حياتي روابي. انا كل يوم الصبح بصحى ما مصدق وبدي انزل على الشغل، اشوف روابي، اشوف اللي بيشتغلوا بروابي، المهندسين، العمال، الموظفين، أشوف اللي عم بيعمله الشعب الفلسطيني. كل يوم كل يوم بزيد إيماناً إنه إحنا بنستطيع نعمل أكثر وأكثر وأكثر. فروابي تعني إلي الكثير، والناس بيقولوا لي وعيلتي بيقولوا لي شو رأيك تأخذ لك إجازة أسبوعين؟ بقول لهم ليش، أنا بإجازة مش بحاجة لإجازة. بكلمات كتير بسيطة، كيف تقدر توصف لي المرحلة الجاي ومستقبل هاي المدينة؟ إحنا اليوم بدأنا بتمديد المية طبعا، وبتوقع السكان أول سكان يستلموا شققهم بشهر 5 إن شاء الله، ويبدوا ينقلوا بنهاية شهر 5 بأول شهر 6. أنا شايف مدينة روابي مدينة لسه ما شفناش حجمها، حتكبر 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 وحتكبر، مش حتكبر لأنها خططها أكبر، إحنا مخططين فوق طاقتنا اليوم، ولكن من يوم ما إحنا خططنا ومشت المدينة هي كبرت أكبر بكثير مما خططنا لها، وإن شاء الله حتكبر أكثر وأكثر، حتكون مدينة مثالية منظمة
اللي تسعد الشعب الفلسطيني اللي عايش فيها واللي بزورها إن شاء الله. إن شاء الله. أنا طبعاً برجع بشكرك وكل فخر إنك أنت موجود معي بهذا العدد المميز من مجلة روابي، وشكراً كثير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها لليوم، وبرجع بهنيك وبقول لك ألف مبروك إن حلت مشكلة المياه، وبعد أشهر قريبة رح تعم مدينة روابي بسكانها وتصير سكن عمل حياة. شكراً كثير لك. الله يسعدك، شكرا لك. نكون قد طوينا آخر صفحة في عدد اليوم، بأمل اللقاء بكم في العدد القادم، ولكن قبل الوداع نقول روابي قصة تروى ولا تنتهي. إلى اللقاء.